يعني اعتقد انت كنت بتتكلم يا اسامه عن نقطه مهمه وهي القادم، يعني القادم مباراه مولوديه شباب بلوزداد، انا اسف، يوم 16. اعتقد مباراه مهمه، كان طبعا في خبر تعيين الجرحي رئيسا لبعثه الاهلي في الجزائر، واعتقد الاستعداد للمباراه دي يا اسامه فاصل وفارق، لان النادي الاهلي يا جماعه مر بتناقضات في الموسم بتاعه، ما بين بدايه كانت صادمة بصراحة، أنت بادئ ناهي موسم رائع بقدرات قوية جدا، بتحقق كل شيء، ثم بيبدأ موسم بتتعثر في السوبر، ثم بعد كده السوبر الإفريقي، ثم بتتعثر بعد كده في بطولة السوبر ليج الإفريقية، ثم بتحقق نتائج سلبية، ثم الفريق بيستعيد توازنه يا أسامة، بيقدر يتحط على التراك تاني، بيحقق نتائج إيجابية، ثم بتيجي الفكرة اللي هي دايما تخوف اللي ماشي بنتائج جيده وتبقى كويسه اللي نتائجه سلبيه، وهي التوقفات. وهي دي اللي انا قلقان منها، خاصه ان اول مباراه كانت بعد التوقف او بدايه الموسم، كانت السوبر الافريقي مع اتحاد العاصمه الجزائري ايضا، ولو تعادت المباراه دي 10 مرات يعني النادي الاهلي بامكانياته الفنيه وقدرات لاعبيه وجهازه الفني يقدروا يفوزوا ال10 مباريات، ولكن صدفه ان انت فقدت البطوله دي، كان هناك التباين، قدرت ان انت ترد بسرعه في الدوري وبدات بدايه قويه جدا في الدوري، ثم تداخل البطولات، لكن في النهاية قدرت تختم الفترة الأولى دي اللي أنا بعتبرها موسم لوحده، لأن أنت ما لعبتش فيه غير 7 مباريات دوري، قدرت تختم بأنك توجت ببطولة وخدت برونزية في مونديال الأندية. نتمنى إن شاء الله يكون التوفيق حليف اللاعبين، واللاعبين والجهاز الفني يكونوا في حالتهم الذهنية مرة تانية والفنية، ونقدر نعدي هذه المباراة، لأن المباراة دي هيتبعها مباريات أخرى، وشكل المجموعة صعب جدا، لأن أنت تعادلت مع شباب بلوزداد، المجموعة النادي الأهلي متصدر لكن ب5 نقاط، فريق يانج أفريكانز اللي أنت هتلعبه آخر مباراة على ملعبك 5 نقاط، ميدياما 4 نقاط، شباب بلوزداد 4 نقاط، يعني بالأرقام حرفيا ال4 فرق زي ما حضراتكم شايفين يا فارس لهم فرصة حقيقية في الصعود. بس الأهلي عنده مباراة أقل هو وشباب بلوزداد. ولكن الاهلي عنده مباراه اقل، ما هي مباراه الاهلي اللي اتاجلت، هي أيوة مباراه الاهلي وشباب فبالتالي بلوزداد. ترتيب النقط ده انت لو قدرت تكسب المباراه اللي هي في الخارج، لا هيكون حظوظك اكبر. ده يعني بتتكلم فيه ان انت برضو فرصك ان انت قائمه مرتبطه طبعا، ان الجميع حتى هذه اللحظه هو له فرص في لا اكيد اكيد، وحتى فريق زي ميدياما بصراحه كان فريق يعني مفاجئ للواحد في البطوله دي حقيقي، وبيقدم كوره كويسه جدا، وشفنا عنده لاعبين مميزين خصوصا في خط الهجوم، ولكن اعتقد مباريات المجموعه ممكن نستعرضها عشان نبدا كده يعني نصحصح الناس معانا ونفكرهم بالمنافسات الافريقيه. طبعا دي المباريات اللي تالي مباراه شباب بلوزداد والاهلي، الاهلي هيلاعب ميدياما في الجوله ال5 زي ما اسامه كان بيقول لكم خارج الارض، ويانج افريكانز هيلاعب شباب بلوزداد اسامه، ده الجوله ال5، والاهلي هيرجع له في الجوله ال6 يلاعب يانج افريكانز، وده شيء مهم جدا، بس ان انت المفترض تحقق نتائج ايجابيه في المباراتين اللي خارج ملعبك، وشباب بلوزداد هيلعب على ملعبه ايضا مع ميدياما، وبالتاكيد يعني هنتمنى التوفيق للاهلي وشباب بلوزداد، يكون الاهلي اول مجموعه وشباب بلوزداد ثاني المجموعه. ده واحنا بنتحدث عن النادي الاهلي ومشوار النادي الاهلي.